توصيك اخوي اخوي الك وما ترفع عن نفسك، عيش وانت عيش ولا تخلي مكان بنفسك ابد. واذا تريد نصيحتي روح استقر باربيل، متع عينك وعيش حياتك وخلص من هاي اللغو وهاي القيود وهاي التقاليد الباليه اللي وين ما تروح تشوفها وتلقاها. هناك تلقي الامن، تلقي الامان عكس ما موجوده ببقيه المحافظات. فوضى، قتل، اغتيالات. قتل من تصفها مواقع السوشيال ميديا بالمدونة الكردية فيروز آزاد. أثروا على أحد البلوغرات مقتولة في أربيل. فأنا فيروز وجدت مقتولة في شقتها بأربع طلقات نارية. مقتل البلوغر العراقية الشهيرة فيروز آزاد بأربع رصاصات على سريرها. ميليشيا كردية اقتحمت شقتها وأقدمت على اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا قبل قتلها. ميليشيا كردية اكيد مو البيشمركة، لا مو البيشمركة، بس بصراحة هاي اول مرة اسمع بهيك حادثة، لان المعلومة اللي عندنا انه البلوجر والراقصة خط احمر باربيل وما حد يمسه بشعراي وحدة وتحظى بحماية كاملة من الاسايش الكردية، غير انه هيك حوادث جنائية نادرا ما تسمع بها بمناطق اقليم كردستان باعتبارها مناطق آمنة ومنزوعة السلاح تقريبا، وخصوصا النساء اللي القيادة الكردية أولت لهن اهتمام خاص ووفرت لهن كل وسائل الأمن والحماية والبيئة المناسبة. يصل عدد جرائم القتل بحق النساء في إقليم كردستان وحده إلى 15 حالة منذ بداية العام الحالي. فلو كان هناك سيادة للقانون وتجديد العقوبة بحق الجناة فإن ذلك سينهي ظاهرة قتل النساء. إقليم كردستان بشكل عام بأنه شنو القتل النساء بدواعي متعددة. طبعا قتل النساء بعضهن قتل مباشر وحالات الحرق كثيرة في كردستان. ماخذين انتم متأكدين الحكي هذا بإقليم كردستان؟ لو الحكي هذا بولاية كابول الأفغانية. زين ليش هيك الأمور فالتة؟ الأسايش وين؟ الأجهزة الأمنية الكردية جاي تسوي؟ عوفك من دني البيشمركة وين؟ حالات الاغتيال تحديدا تحدث نتيجة عدم توحيد أجهزة إقليم كردستان، ما يعنى به يعني بيشمركة السليمانية وبيشمركة أربيل. هذا طلع إقليم تايه، لأن القوات الأمنية بإقليم كردستان يعني كما يقول الدارج العراقي واحد يجر بالطول ولا يجر بالعرض. لا واللوقية والمطبلين كانوا مصورين الإقليم إذا توقع أبرة 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 يعرفون بيها، وماكو جريمة أو حادثة جنائية إذا مو ورا 10 دقائق يكشفوها. طلعت تايه ودليل هالله. أكو تقارير أمريكية بحديث ولد انفجارا في الشارع السياسي الكردي بعنوان إقليم كردستان بيت من ورق. ها هسه صار إقليم كردستان من ورق بعد ما خليته يستنزف موارد الدولة ويفرده، وكل سنة كان ياخذ 17% من الموازنة الاتحادية من عدد المؤامرات اللي كنت تحكوها سوية لإثارة الفتن وخراب الوطن والمواطن. هسه شفتوا بيت من ورق بعد ما خليتوه يستفحل ويتمرد على قرارات الدولة وقرارات المؤسسة القضائية، وخليتوا اللي يسوي والما يسوي يتجاوز ويطاول على هيبة الدولة ورموزها. فتخيلوا أن واحد مثلي متحلف لهذولة شو راح يسوي بيهم؟ هسه غير يستقر عمرو أدين اللي كل شوي معنتر علينا. انت لو صدق تقول انا اعلامي مهني كان تقلت الممارسات القمعيه والسجون السريه والتجاوزات اللي تسويها العائله الحاكمه، مو بس حائر بعنود الاسور ام اللولو وقالتها همسه ماجد وحجه شمس الكويتيه. فنانه شمس اسمع يا سياسي، سووا هاشتاج لكل السياسيين، يا سياسي انت تعرفه سوي له تاج قول له شمس تفلت عليك. قحطان اي سياسي اي سياسي اي سياسي تعرفه. مسرور برزاني شمس الكويتية تفلت عليك. زين قحطان ليش هذا الهجوم الغير مبرر؟ وتقول أوضخ وأقدر سياسيين بالعالم هم السياسيين العراقيين، سمعتهم خايسة. هاي أكيد من وراء الدعاوي القضائية الأمريكية بالابتزاز والسرقة والتعذيب والقتل اللي صارت على مسرور برزان قبل شهرين، واللي بسببه شوه سمعة كل السياسيين العراقيين. وكل هذا حتى شنو؟ حتى بس يبقى مشلب بكرسي السلطة رغم عدم توفيره لأبسط مقومات الحياة للمواطن العراقي الكردي بإقليم كردستان. حكومة ما تقدر توفر للمواطن العراقي عيشة كريمة تستاهل،
تنهان اصلا. سمعت كاك مسرور، وهذا مو كلامي، لا هذا كلام صانعكم الزغير اللي دي يحرض الشعب الكردي على اهانه حكومتكم. يقول لك مسرور برزاني من بعد ما سمع هذا الحكي دز على قحطان وقال له افرتك دماغك برصاصه، قز رصاصه تضرب بمامتك وترجع لي ثاني تموتني، اتبعك واشرب من دمك، قز دمك ملوث واروح فيها. زين هسه قحطان يشتغل بكروته وما عليه عتب. الوجهاء ورجال الدين اللي بقليم كردستان وين؟ ليش ما عندهم موقف من تسلط العائله الحاكمه بالاقليم؟ ليش ما ينتقدون الظواهر السلبيه مثل ما يسوون رجال الدين ببقيه المحافظات العراقيه؟ حسب معلوماتي جهاز الباراسن يعطي التعليمات، يعطي التعليمات للجوامع لخطباء المساجد كيف اشروب، شلون راح يحشون هاي الجمعه، شنو المواضيع اللي لازم يحشون بها، يعني يعطوهم رؤوس اقلام هاي المواضيع لازم تتحدثون عنها، يعني لازم يمجد الوضع والموقف. هاي مثل ما كانوا يسوون بزمن صدام، بحيث يدزون على خطباء المساجد ويبلغوهم بمواضيع الخطبة ومواضيع المحاضرات الدينية. وكم مرة تذكرون السيد الرئيس الله يحفظه، وكم مرة تدعو له بالنصر المؤزر، بس هسه بمكان البعث يدعون للحزب الديمقراطي والسيد كاك مسعود البرزاني أن ينصره على أعدائه ويحفظ له الليثين مسرور ومنصور. وبمكان الأمن والمخابرات جدكم الأسايش والبارستن، وما أشبه اليوم بالبارحة. بس هاي السؤال من مين تعلمتوها؟ بعد سقوط صدام حسين ذهب بعض كبار ضباط المخابرات العراقية ودربوا هذا الجهاز وعلموهم ماذا ما كيف كانت مخابرات صدام حسين. هم حزب البعث، الله يخرب بيتك وانت ورانا ورانا كل حتة. على حكيكم هذا، انتوا بعدكم عايشين بزمن الطاغية ولا شفتوا حرية ولا عشتوا بديمقراطية، وكل اللي عايزكم بس انه الأجهزة الأمنية وكلاء الأمن يدخلون بنص حياتكم ومناطقكم ومؤسساتكم ودوائركم بحجة اتحاد الطلبة أو الجمعيات الفلاحية ويسلموكم دب تقارير حزبية. منظمة بارزاني الخيرية، يعني نص على نص، لكن هناك الكثير من عناصر باراسن يعملون داخل هذه المنظمة الخيرية، لأن هذه المنظمة الخيرية تقدر تدخل كل الأماكن تحت مسمى المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات. بحجة المنظمة الخيرية المسعود برزاني، شكوا بيانات وشكوا معلومات تخصكم تكون عندهم، أي واحد يحيص أو ينيص أو يحكي له حكاية بقصد أو دون قصد ما يحس إلا كيس الأسود براسه ويخيس من المعتقل. هاي إذا ما براسه ويشمروا من الوادي. عمي همزين إحنا مناطقنا ما بيها هيك دوالق، ولا عندنا منظمات خيرية، ولا عندنا ناس تدور ورانا. همزين. بشرت مؤسسة بارزاني الخيرية بأعمالها أيضا في الموصل. وزع فرع محافظة بغداد لمؤسسة بارزاني الخيرية مئات السلال الغذائية. قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بتوزيع سلات غذائية في كركوك. هكذا رسمت كردستان في البصرة أجمل صور التلاحم الاجتماعي بين مكونات الشعب. مؤسسة البرزان الخيرية سبقت المؤسسات الأخرى المدنية والحكومية لإغاثة ما يمكن إغاثته من هذه المحافظة الغنية بالنفط عبر إرسال 18 شاحنة محملة بالمياه النقية. اليوم طلع المي فايت من جوانا وإحنا ما ندري، والله على منظمة خيرية وإنسانية وتكافلية طلعت ماخذ البلد فلاح حملاتها، وماكو محافظة ومدينة عراقية ما راحت لها، بقى بس يسووا لها محطات تنصت ومراقبة، واللي يشتغل بهاي المنظمة يتدرب على ايد المخابرات الأجنبية ويؤتمر بأوامرها ويحافظ على أسرارها، وأي خلل يصير بقاطع مسؤوليته يتم تصفيته مثل ما كنا نسمع قصص الأمن والمخابرات. ملابسات وفاة مسؤول سابق في جهاز البارستين الأمني، ووصف برزاني حادث الحريق داخل سيارة العميد المتقاعد محمد ميرزا في الجريمة المشبوهة. لا 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 لا، هاي الحادثة ما يسكت عليها، ما يسكت عليها، ولازم الكل يطالب بكشف خيوطها وتقديم الجاني للعدالة، وأولهم الإعلام الكردي والقنوات الفضائية اللي تعودنا منها تواكب الحدث أول بأول، وأي جريمة وأي إهمال ظل تابعها وتدقق وراها إلى أن توصل للحقيقة.
مثلا مستشفى بالديوانية ما عندهم مي مقطر ببلد بموازنات العراق، هي تعتبر فاجعة كارثة. هذه الأمور لو تقاس على أنها فشل للإطار التنسيقي، فنحن أيضا لدينا أمثلة أخرى ممكن أن تقاس فشل لقوى سياسية أخرى. مثلا على سبيل المثال للحصر، الفيضانات التي حدثت في إقليم كردستان وفي أربيل، هل هذا يعتبر فشل لحكومة كردستان؟ يا معود مو انت من تسال هسه ادري تسال محمد جبار اربيل شلون ايش تتوقع منه مثلا شيء يقول لك اكو تقصير واكو خطا واكو فروين مثلا شيء طبيعي راح يطلع لك الف سبب والف سالفه والف حجه حتى يبعد التهمه عن سياده واولياء نعمته وراح يسوي لكم واحد مثل مهاتير محمد داك عامل إطار التنسيق وزبابيقة يحتفلون بغرق عدد من شوارع أربيل رغم أنه الحكومة المحلية والبلدية نجحت باحتواء ومعالجة مياه الأمطار الغزيرة ونسوا ذولة أنه المنطقة كلها تعرضت لهاي الأمطار الغزيرة ودول الخليجية محترمة عجزت عن السيطرة عليها. والله هو صراحة تبريرك هذا منطقي وما أقدر أجادلك به هالقد، هذا حقيقي. الطقس أحيانا يتغلب على أي استعدادات بشرية، بس هنا نريد نقول شغلتين. اولا من تمطر بكثافه يصير سباق بين قدره التصريف وشده نزول المطر، واذا كانت سرعه النزول وكثافته اعلى من التصريف يصير فيضان، مفهوم؟ يعني ما له علاقه بهويه الحاكم. هاي الكراده يا امين بغداد تفضل، هاي 14 رمضان، هاي المنصور، هذا اللي لمسوه اهل بغداد. شوف باوي هاي بغداد، الحلو لما يطلعون المسؤول بمقابلة تلفزيونية يسوون نبي وهم فاشلين. هاي بغداد، هاي بال 2024 جايب لك مي وفيضانات وطيحان حظ. هسه هذا مال شلون تفهمه انه اكو امطار من الصعب السيطرة عليها واكو مدن اوروبية ودول متقدمة غرقت بسببها؟ قحطان ترى مديرك محمد جبار استوى طلع قال ونسوا ذولة إنه المنطقة كلها تعرضت لهاي الأمطار الغزيرة ودول الخليجية محترمة عجزت عن السيطرة عليها. يعني من تغرق بعض مناطق العراق نعم إحنا نلوم ونعترض على الجهات المعنية ونحير شو نسوي، وهذا طبيعي الإنسان بكل مكان يعترض على سوء الخدمة. فلا تعترضون هنا وترحون تتملقون هناك وتصير إماراتي أكثر من الإماراتيين. ماكو شيء صرفوه ماكو شيء. تخيلكم طاع السيارات. الله يعين. حركة الطيران توقفت بقوة قانون المياه التي ارتفع منسوبها. نفق هي نعم نفق للسيارة. شوفوا الماء لين واصل وتحت شيء عدد كبير من السيارة تحت النفق. بيت رقم 4 هات كيف يبين. الله يعين. لا إله إلا الله. تساقط كبير أو كثيف لحبات البرد، عواصف رعدية عنيفة مثل ما عم نشوف بالفيديو، كمان أدى إلى طوفان الطرقات والمراكز التجارية وبطبيعة الحال غرقت السيارات بالشوارع. يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1-2 الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم. الجارفة في دبي بتعطيل بعض المصاعد أيضا في الأبراج المرتفعة وغرق مراكز التسوق بمياه الأمطار، فيما أضاءت ضربات البرق المتتالية الأبنية الشاهقة وتم تفعيل نظام الدراسة والعمل من بعد في معظم أنحاء البلاد، لتعلن السلطات لاحقا تمديد القرار حتى اليوم الأربعاء، حيث تعمل على إزالة آثار الفيضانات التي غمرت الشوارع ومراكز التسوق وغيرها من المرافق العامة. والسؤال هنا، هم شفتوا واحد من دول المحسوبين على الليبرالية والعلمانية والتقدم والتحضر انطب الإمارات واتهم قياداتها بالإهمال والتقصير؟ هم شفتوا واحد منهم قاعد ويشلع عليهم مثل ما نسمعهم بأي حادث عرضي يصير عندنا؟ طبعا لا، لأن ذولاك عيال زايد. زين وين المطاف؟ شو اللي شفناه بالأفلام بالمقاطع؟ شو ماكو لا ناشفة يعني، ما أدري نشفوه ما أعرف والله ما أدري يعني. بسرعة رتبوا ونظفوا. مشكلة رئيس الدولة رأسا يفتر عليهم وعوضهم. نعم رئيس الدولة عوضهم رأسا للمتضررين. هاي الحكومة
هذا الحكي المضبوط. ايه صح صح، انا سمعت محمد بن زايد ومحمد بن راشد الدنيا زخ مطر وهم بطياراتهم ويفترون فوق دبي ويذبون بهاي الفلوس ويرجعون لي ورا، وبس تخلص يرجعون لقصورهم يترشوها فلوس ومرة ثانية يرجعون يوزعوها للناس. بحث ليه هسه ماكو مواطن إماراتي الضرر من الفيضانات هاي إلا عوضوه بدل الضرر مالته ضعفين أو ثلاثة، حتى خلوا المواطن يدعي يوم ويكون مطر وفيضانات على قد المكارم السخية اللي شافوها من أولاد زايد وأولاد راشد. هذا حالي وزارة الأشغال، هذا حالي وزارة البلدية، بس هذا حالتنا كل مطر علينا مع المطر واحد ستورس من المطر عطلنا الفريضة تزلون الواحد ذل على إذا بتعطونا الواحد تعويضات لك ما تقدرون تسوي الشيء برع حقه عشان لا يدش المطار مرة ثانية على الناس. ويتم يا وزراء ويتم يا النواب. ما يخالف ما يخالف اختي، صبري صبري هسه الاستاذ ماجد سليم يشوفنا شتك وما يضل خاطرك الا طيب. هاي اذا ما جاك بنفسه وساعدك بتنشي فيتك، لان احنا جماعتنا ويا الغريب يذبون زروق، واذا صارت الشغله ببلدهم ويا ابناء جلتهم ينشلبون عليهم. هي احد مشاهير السوشيال ميديا الخليجيين والمعروفين. شوف الوضع اقسم بالله دوامه، ولا احد يجاوب ولا شيء. شوف الوساخه، شوف القرف. انا الحين خلاص كنت حليله اول كم من ساعه، الحين انا مو حليله. بسبب تجاوزاتها هذه في الطيران الاماراتي قرر انه يحط سوسن القاضي في البلاك ليست، وصار ممنوع انها تركب اي طياره اماراتيه للابد. هذا غير انه طالع هاشتاج حاليا يعتبر الاول في الامارات بعنوان محاسبه سوسن القاضي. عيني عليك يا عراق، النهار كله ينتقدوه الدونية وهو يهلي ويمرحب، لأن العراق كبير بعمره وتاريخه وقلبه وحضارته. العراق هو الأساس والباقي هوامش. تصبحون على خير.